شوف 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 اني دا اني ما دا اغلط نعم. اني ما دا اغلط هو ما توصل رئيس برلمان اني مواطن من حقي يقول عليه فاشل اني ما سبيته ولا سبيت ابوه انا طيب. قاعد اقول لك رئيس برلمان فاشل طيب. اذا القانونيين ماله يشتكون علي ويحاججوني خليه يشتكون انا قاعد اقول رئيس برلمان فاشل وكل سياسي يتصدر السياسه يسمع فاشل ناجح مو صحيح الغلط اسمع احنا رئيس برلماننا اللي هو ابو هاي القصه ابو هاي الاختراقات اللي ضحايا مدنيين ضحايا مو عسكريين طيب ضحايا مدنيين نايمين بالبيت طيب استاذ بغداد نايمين الساعه 11 ونص بالليل وفاتوا عليهم مو بالشارع وعطوا طقت عليهم مو منفخره وانفجرت عليهم ونقول يابا داعش وربع داعش اخي ناس نايمين بالبيت ساعة 11 ونص بالليل يعني العراقي او العراقي اللي بيروح ينام وين وين شو يسوي حتى ينام مطمئن فاتوا عليه بالليل هذا مو شغل رئيس برلمان يعني رئيس البرلمان عاد شنو شغله وتريد تصير زعيم براسنا ما تروح ما تقف ما تروح تقف عدتنا دزيت وزير الداخلية هذا شغلك انت رئيس برلمان هذا شغلك انت صوت الجمهور انت باشر بعد باشر اطلع لي في لقاء والله اني منت والله امثل الجمهور والله اني امثل الشعب هذول اللي ماتوا وانجرعوا هذول مو شعب لو نجي هذول مو شعب انت رئيس برلمان على خير روح واسيهم روح اقف معهم روح اقف فات عمالهم روح اقف بالدفن قول يا حقكم ما اقعوا على كرسي البرلمان اذا ما اعطيكم حقكم واعرف منو تعدى عليكم ومنو ذبحكم طيب بهاي البيوت بالمنطقة الخضراء انك ما شايف لانك بدوي ما شايف شي قصور ولهذا تهني بيها ما شايف شي مواكب وارتال وسيارات وتتعد تتهنى بيها وتخاف تطلع منها ها جاونا رجال مو رجال دولة ناس ما خادمين بالدولة وسووهم رجال دولة وهم ما يعرفون كل شي يعملون